من موقع الحادث معي مراسل اللايف عمر نور الدين. عمر أهلا بك، وأود أن أتعرف على الأجواء الآن بعد الذي حدث من انفجار خط الغاز في التجمع الخامس. طيب حسني، دعني أبدأ من الحالة المرورية التي أنا متأكد من حالتها الآن في اتجاه التجمع الخامس إلى المعادي، ونحن نقف على طريق الدائري. هو كما كان انسياب نسبي، يعني السيولة بين فينة والأخرى تكون سلسة وبعد ذلك تتعقد، لكن ليس هنالك إغلاق. هذا هو المهم من اتجاه التجمع الخامس إلى المعادي. أما الاتجاه الآخر فكما توقعنا، عندما يكون لا تكون هنالك أعمال يفتح الطريق فقط لتخفيف التكدس، ثم يغلق لأسباب هنا يعني يقومون بإصلاح ونقل حواجز خرسانية وما إلى ذلك، ثم يفتحونه مرة أخرى. إذن إغلاق مؤقت أو فتح مؤقت في الاتجاه الآخر القادم من المعادي إلى التجمع الخامس. عن التواجد الأمني هنا، هو يعني يبدو كثيفا، شرطة المرور، الإسعاف، المطافئ، كما أسلف المتحدثون كل في مجاله أن السيارات الإطفاء تعدت الخمس سيارات، لعلها وصلت إلى 10، لكن ليس ظاهرا هنا أكثر من خمس سيارات. لعل في الاتجاه الآخر هنالك سيارات أخرى، أكثر من 15 سيارة إسعاف أو 15 سيارة إسعاف. وأما عن المهم بطبيعة الحال، لكنه ليس مؤكد لدي، لكن على الأقل دكتور خالد مجاهد صرح لك بأن هنالك حالة وفاة واحدة و 17 إصابة. هذا يعني تناقلته هنا أو تناقله المسعفون، هنالك عدة إصابات. المهم من أين هذه الإصابات؟ يبدو أنها من المارة، لأن هنالك مبنى بنكي يجاور هذا الخط، يبدو أن المبنى لم يتأثر، فقط الخط انفجر، ومن كانوا حول هذا الخط هم من تأثروا. حسان عمر، يعني منذ قليل كانت هناك متابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء وأيضا وزير الداخلية يتفقد موقع الحادث، هل الآن يتواجد بعض المسؤولين في موقع الحادث؟ طيب على الأقل وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار كان هنا، لم أره بنفسي لكن زملائي رأوه قبل أن أتي إليهم، ولكنه غادر. لعله اطمأن على سير العملية، وجه بتوجيهات محددة ومن ثم غادر، لكن باقي القيادات المعنية، ودائما نعرف أن القيادات التنفيذية هي من المنوط الأول بتنفيذ الأمور على الأرض، وبالتالي جاء إلى هنا وزير الداخلية ثم غادر. نتحدث عن متابعة رئيس الوزراء لهذا الموقف ساعة بساعة أو دقيقة بدقيقة، حتى عندما وصف إلينا أحد الضباط، وبالتالي الحكومة تتابع باهتمام. القوات المسلحة يبدو أيضا أنها شاركت في إطفاء هذا الحريق، ما تم تداوله عن أن طائرة على الأقل من القوات المسلحة شاركت في إطفاء الحريق، ليس أكيد بالنسبة لي، لكن هذا تم تداوله هنا أيضا، وبالتالي الحكومة شركت بشكل مهم في وإن كان هناك طبعا إعلان بأن هناك تم دفع خمس سيارات إطفاء من قبل القوات المسلحة. عمر، القوات المسلحة أعلنت أنها دفعت بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بالإضافة إلى سيارات الدفاع المدني. هنا يعني وأنا خلفك أيضا، الحريق ما زال مستمرا وإن خفت قليلا عن فترة اندلاعه، كيف بدأت الجهود لمحاولة السيطرة على هذا الحريق، والآن أيضا كيف تستمر الجهود للسيطرة على الحريق وإطفائه؟ الجهود أولا الحفاظ على أرواح المارين، سواء كانوا في سيارات أو كانوا مارين أو مترجلين، وبالتالي إغلاق الطرق تم في أسرع وقت يعني بحزم شديد. حتى أنا عندما كنت أود أن أصل إلى المقربة من التفجير أو من السيارات الإسعاف التي هي بعيدة بعض الشيء عن التفجير، لم يسمح لي إلا بعد يعني مفاوضات كثيرة، وبالتالي الحفاظ على حياة المدنيين من قبل مختلف القوات هذا أولا.
ثانيا أمور لعل المتحدثون لديك وضحوها بأن هذا الخط المناطق التي يغذيها يفترض أن يغلق تماما إن كان يغذي مناطق سكنية وهذا مستبعد، لكن على الأقل هو يغذي شركات الموجودة حول هذه المنطقة، وبالتالي إغلاق هذا الخط ويعني ضخ الغاز يتوقف فيه. أيضا محطات وقود أو بنزين لعلها مرتبطة أيضا بهذا الخط، وبالتالي إغلاق الخط يعني يفيد كثيرا في الحفاظ على الأرواح المدنية أولا، ثم المنشآت الاقتصادية وما شابهها. هكذا جاء الترتيب هنا والتنفيذ على الأرض. إن سمح لنا بعد هذه المداخلة، سمحت لنا ربما تظهر في الصورة بعض الانسياب المروري، هذا الاتجاه الذي على يميني المزدحم بعض الشيء، هو انسياب نسبي، أصر على هذه الكلمة لأنه بين الوقت والآخر تنساب الحركة وتقف، لكن ليس هناك إغلاق لهذا الاتجاه من التجمع الخامس حتى المعادي طريق الدائري. أما الطريق الآخر القادم من المعادي حتى التجمع الخامس يغلق حينا ويفتح حينا آخر على حسب الحاجة الأمنية. نعم حسن، أشكرك مراسل أونلايف من موقع الحدث عمر نور الدين، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا مباشرة.